إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع شرح جديد مع موقع لربح عملة الدوتش كوين. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا هو الموقع. هذا موقع عبارة عن موقع لربح عملة الدوتش كوين. هذا الموقع يعطيك 60 دوتش كوين كل 20 دقيقة. الحد الأدنى للسحب هو 6250 دوج بالنسبة للإحالة 20%. طريقة التسجيل سهلة جدا. نضع هنا عنوان دوج كوين، نأخذ هذا العنوان هكذا ثم نضغط على لوجين هكذا. طريقة العمل سهلة جدا، نضغط هنا نتخطى هذه الكابتشا إخوتي. ليس لدي إثبات سحب، أعمل ثم أرى. إذا أردتم أن تعمل في موقع اعملوا، وإذا لا تريدون أن تعملوا فلا تعملوا. أنا سأجرب. نضغط على الدون هكذا. نتخطى رابط، أنا هذا الرابط المختصر. انتظر قليلا، الإنترنت ضعيف لدي، سأوقف الفيديو. نضع هذا الاسم، نضغط على كليك هاف تو كونتينيو هكذا. ننتظر العدد. نضغط على get link هكذا. you have claimed successfully 60 دوج. سنرجع بعد 20 دقيقة أو نحدث الصفحة. ها هي 60 دوج. طريقة السحب سهلة جدا، نضغط هنا account dashboard هكذا. نتخطى هذا الرابط المختصر لأريكم كيف تسحبون. سأوقف الفيديو. نضع هذا الاسم هنا ثم كليك تو كونتينيو. ننتظر هذا العدد get link هكذا. هاي لدي 60 دوج. عندما نصل إلى 6250 دوج نضغط هنا أو الحد الأدنى 6250. وهذه الإحصائيات التي عملتها في الموقع.
سأترك لكم رابط الموقع تحت الفيديو. أتمنى أن الشرح أعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.